بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 25. في أول الصفحة كما نرى عندنا غوشيرش ديمو جيست، البحث عن الكلمة الصحيحة. غوشيرش ديمو جيست. إذن في أول فقرة كما نرى عندنا جوبسيرف اي جو ديكوفر، أنا ألاحظ وأكتشف. جو لي شاكون دي فراز et je complète en choisissant dans la liste des mots celui qui convient le mieux. Je lis chacune des phrases. Ana aqra'u kull wahida min al-jumal. Je lis chaque une. Ana aqra'u kull wahida des phrases min al-jumal et je complète wa ana ukammilu aw utammimu en choisissant mukhtaran. Taban adna le verbe choisir. عندنا لو فيرب شوازير يعني فعل اختار. اون شوازيسون يعني مختارا، يعني انني اقوم بهذا الفعل وانا اختار، وفي نفس الوقت انا اختار. جولي شاكون دي فراز، انا اقرا كل واحده من الجمل اي جو كومبليت وانا اكمل اون شوازيسون مختارا دون لا ليست، مختارا في القائمه. طبعا نتكلم عن القائمه التاليه دي مو سلوي، انا اختار من قائمه الكلمات سلوي التي كي كونفيان لو ميو، كما لو نقول تلك التي كونفيان لو ميو، التي توافق احسن، التي تكون موافقه للجمله بشكل احسن. اذا جو لي شاكون دي فراز اي جو كومبليت اون شوازيسون دون لا ليست دي مو سلوي كي كونفيان لو ميو. طبعا عندنا الجملتين التاليتين، ثم عندنا قائمة من الكلمات. إذن عندنا الجملة au coucher du soleil les enfants vont à la، ثم نكمل بإحدى الكلمات التالية au coucher du soleil، عند غروب الشمس les enfants vont à la، الأطفال يذهبون إلى ال، الأطفال يذهبون إلى ال. إذن les enfants vont à la، الأطفال يذهبون إلى ال، ثم نكمل. هل يذهبون إلى ال المسبح؟ أو كوشي دو صلاي؟ إسكو لي زونفون فون على بيسين؟ هل الأطفال يذهبون إلى المسبح؟ أو بيان لي زونفون فون على ميزون؟ أو عند غروب الشمس الأطفال سيذهبون إلى المنزل؟ أو كوشي دو صلاي لي زونفون فون على بيسين؟ أو بيان est-ce que les enfants vont à la maison ou bien est-ce que les enfants vont à la gare؟ هل الأطفال سيذهبون إلى المحطة؟ ou bien encore أو أيضا est-ce que les enfants vont au cinéma؟ هل الأطفال سيذهبون إلى السينما؟ مع كلمة piscine كلمة مؤنثة، maison كلمة مؤنثة، gare كلمة مؤنثة. إذن سنقول ماذا؟ les enfants vont à la piscine، les enfants vont à la maison، les enfants vont à la gare. ولكن مع كلمة سينما، طبعا كلمة سينما هي كلمة مذكرة، لا يمكننا أن نقول مثلا les enfants vont à le cinéma. طبعا مع كلمة سينما لا يمكننا أن نقول les enfants vont à le cinéma. في اللغة الفرنسية A زائد le تعطينا O، تكتب AU. في الجمع نكتب AUX، الجمع تكون عندنا AUX. إذا اخترنا كلمة سينما كمكمل لهذه الجملة، إذا سنقول au coucher du soleil les enfants vont au cinéma، الأطفال سيذهبون إلى السينما. لكن الأقرب للصواب حسب ما هو معتاد سنقول au coucher du soleil les enfants vont à la maison. في الجملة الثانية نقول ce، طبعا سنختار كلمة homme أو bien enfant. homme يعني رجل، enfant يعني أطفال، garçon يعني طفل، vieillard يعني كما نقول شيخ، vieillard يعني شيخ، obéir à ses parents. طبعا عندنا لو فيرب obéir، obéir المقصود به أطاع أو يطيع، à ses parents يعني أنه يطيع والديه أو يطيع أباءه، المقصود أنه يطيع والديه. إذن متى سنقول؟ هل سنقول سو أوم؟ طبعا في حالة
إذا اخترنا أوم أو أنفون كما نلاحظ كلمة أوم أننا نقرأها أوم كأننا نقرأ مباشرة أو ثم بقية الأحرف كأننا لا ننطق هاد أش لا نقول هوم بل نقول أوم. إذن هاد أو هي التي تقرأ في الحقيقة الأولى. إذن هاد سو تنتهي بأ تنتهي بأين فويال. طبعا كلمة أوم كما ننطقها إذن كأنها تبتدي أيضا بأين فويال تبتدي بأو. طبعا في هاد الحالة لن نقول سو أوم ستأتي شيئا ما ثقيلة. إذن سنقول ماذا؟ ست أوم سنضيف فقط طي سنضيف طي واحدة فقط لنقرأها ست أوم. عندما نقول هذا سو ثم تكون الكلمة مبدوءة بإن فويال كما عندنا هنا طبعا نضيف طي. إذن سنقول ست أوم. نفس الشيء مع كلمة أنفون طفل. إذا قلنا أنفون بدون أس إذن ماذا سيكون عندنا؟ سنقول سات أنفون لا نقول سو أنفون هذا الطفل. ولكن عندنا هنا كلمة أنفون أنها جمع طبعا هنا لن نقول سات أنفون سنقول سيز أنفون. سيز أنفون هؤلاء الأطفال إذن سنكتب سيز أنفون. لكن على عكس هذا نقول سو غارسون نقول سو غارسون. لماذا؟ لأن كلمة غارسون كما نلاحظ مبدوءة بإن كونسون مبدوءة بإن كونسون يعني أنها مبدوءة بحرف صامت يعني أنها مبدوءة بحرف صامت. ستبقى سو على حالها ما دامت كلمة غارسون تدل على المفرد المذكر. إذن طبعا سنقول سو غارسون. نفس الشيء مع كلمة فيياغ ممكن أننا نقول من حيث القواعد نقول سو فيياغ هذا الشيخ مثلا أبيي أسيبارون يعني أنه يطيع والديه. طبعا من حيث الكتابة نقول ستون ستونفون سو غارسون سو فيياغ أبيي أسيبارون. طبعا إذا أبقينا على الكلمات دون تغيير إذن سنقول سو غارسون سو غارسون هذا الصبي سو غارسون هذا الصبي أوبيي أسي بارون يعني أنه يطيع والديه. هذا الصبي يطيع والديه سو غارسون أوبيي أسي بارون. في الفقرة الموالية جو مانيبول اي جو ريفليشي جو مانيبول اي جو ريفليشي. دون لي زيكزامبل سويفون في الأمثلة التالية جو رومبلاس لو مو سوليني أنا أعوض الكلمة المسطر عليها par celui باللاتي أعوضها باللاتي مي الموضوعة عندنا لو فيغ متر هنا نتكلم عنها هي بأن مي. dans les exemples suivants في الأمثلة التالية je remplace le mot أنا أعوض الكلمة souligné المسطر عليها par celui مي entre parenthèses par celui مي وعوضه باللاتي موضوعة entre parenthèses بين قوسين et je change ce qui doit être changé et je change وأنا أبدل et je change وأنا أغير. طبعا عندنا لو فيرب changer ce qui doit être changé ما يتوجب أن يكون متغيرا ce qui doit être changé ما يجب أن يكون متغيرا ce qui doit être changé يعني نغير داكشي اللي خاصو يتغير هذا هو المقصود يعني ثم أغير ما يجب تغييره. dans les exemples suivants في الأمثلة التالية je remplace le mot souligné par celui mis entre parenthèses je remplace le mot souligné par celui mis entre parenthèses أعوض الكلمة المسطر عليها طبعا عندنا هنا لو مو كلمة مذكرة كأننا نقول أعوض الكلمة je remplace le mot أنا أعوض الكلمة في اللغة الفرنسية لومو هي كلمة مذكرة لذلك نقول هنا par celui mi يعني المقصود أنني أعوضها بالكلمة الموضوعة. إذن كما نقول هنا je remplace le mot souligné par le mot mi entre parenthèses يعني أعوض الكلمة المسطرة عليها بالكلمة الموضوعة بين قوسين. طبعا قلنا الكلمة
لتفادي تكراري. أنا أقول سلوي باغ سلوي وعوضها باللاتي، مي اونتخ بارونتاز الموضوع بين قوسين. طبعا كما قلنا الآن بأن لومو هي كلمة مذكرة، لذلك قلنا هنا باغ سلوي مي ولم نقول باغ سلوي ميز، لأن لومو كلمة مذكرة. الجملة التالية فيها كلمة مسطرة عليها، سنعوضها بالكلمة الموجودة بين قوسين. إذن عندنا بيه أشات أن بوكادو بور لانيفيرسير دو سا مير. بيه أشات أن بوكادو بور لانيفيرسير دو سا مير. إذن بيير يشتري هدية بور لانيفيرسير، لعيد ميلاد. عيد ميلاد من؟ دو سا مير، لعيد ميلاد أمه. إذن سنعوض هاد لو كادو بغوب. طبعا هدية في اللغة الفرنسية أيضا كلمة مذكرة. إذن بيير أشات أن بوكادو، إذن بيير يشتري هدية جميلة. كما نقول هنا هادي جميل، أن بوكادو لو كادو كلمة مذكرة. إذن سنعوض هاد لو كادو بغوب. طبعا كلمة غوب هي كلمة مؤنثة، نقول لا غوب. وهذا الأمر هذا هو اللي غيحدث تغيير في الجملة، هو اللي غيحدث تغيير في بعض المواضيع في الجملة. طبعا الكلام عن شيء مذكر ليس كالكلام عن شيء مؤنث. طبعا هناك بعض التغيير. إذن ماذا سنقول؟ بيير أشات، أول حاجة سنقول إن، لأننا نتكلم عن لاغوب. إذن سنقول إن، ثم كلمة بو نقول جميل، في المؤنث نقول جميلة. ماذا سنقول؟ طبعا سنقول إن بال، إن بال غوب. إذن سنقول بيير أشات إن بال غوب. إذن سنقول بيير أشات إن بال غوب. كما لو نقول بأن بيير يشتري فستانة جميلة. طبعا على عكس اللغة الفرنسية، فستان كلمة مذكرة، في اللغة الفرنسية لا غوب كلمة مؤنثة. إذن سنقول بيير أشات إن بال غوب بور لانيفيرسير دو سان مير. ثم عندنا نوزالو. طبعا عندنا هاد نو هي المسطر عليها. نوزالو يعني أننا سنذهب أو سيرك، سنذهب إلى السيرك. نوزالو أو سيرك. تو بخي دو شينو يعني بالقرب منا، سنذهب إلى السيرك الموجود قريب من سكننا. نوزالو أو سيرك تو بخي يعني أنه قريب جدا. كما لو نقول هنا كل قريب، المقصود أنه قريب جدا. دو شينو يعني قريبا منا، من سكننا. بور فواغ من أجل رؤية لو دونتور دو ليون. بور فواغ لو دونتور دو ليون. طبعا هاد أم تنطق كأن، طبعا أم تنطق كأن. كما لو عندنا النون. إذن نوزالون أو سيرك توبخي دو شينو بور فواغ لو دونتور دو ليون، سنذهب إلى السيرك القريب منا لرؤية مروض الأسود. Pour voir le dentaire de lion. لرؤية مروض الأسود. طبعا بدل نو سنضع تي الموجودة بين قوسين. فبدل نو المسطر عليها سنضع مكانها تي الموجودة بين قوسين. إذن ماذا سنقول؟ تي. إذن فعل آلي سيتغير مع تي. ماذا سنقول؟ طبعا سنقول تي فا. تي فا. نوزالون تي فا. إذن نقول جوفي تي فا إلفا نوزالون. إذن ماذا نقول هنا؟ تي فا أو سيرك. إذن أنت ستذهب أو أنت ستذهبين إلى السيرك. إذن سنقول تي فا أو سيرك تو بخي دو شي توا. تو بخي دو شي توا. تو بخي دو شي توا. ستذهب إلى السيرك القريب منك، القريب من منزلك. تو بخي دو شي توا بور فواغ لو دونتور دو ليون، لرؤية مروض الأسود. بقية الجملة لن يطرأ عليها تغيير. إذن تي فا أو سيرك تو بخي دو شي توا بور فواغ لو دونتور دو ليون، لرؤية مروض الأسود. ثم عندنا في الجملة الأخيرة لا بوتيت في اي فيير داتخ لا بخوميير دو سا كلاس. لا بوتيت في اي فيير داتخ لا بخوميير دو سا كلاس. البنت الصغيرة معتزة كما نقول أو فخورة كونها الأولى في قسمها. سنعوض كلمة في المسطر عليها، سنعوضها بكلمة غارسون الموجودة بين قوسين. ماذا سنقول؟ طبعا سنقول لو بوتي. لو بوتي إذن الصغير. لو بوتي غارسون
إذن الصبي الصغير إفيار إفيار لو بيتي غارسون إفيار طبعا سنحذف إه ثم سنحذف أكسون إذن لو بيتي غارسون إفيار داتخ لو بخوميي الصبي الصغير فخور كونه الأول دو سا كلاس في قسمه لو بيتي غارسون إفيار داتخ لو بخوميي دو سا كلاس الصبي الصغير فخور كونه الأول في قسمه نستأنف في الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.